27 يوم على التوالي والغوطة الشرقية عم تعيش أصعب أوقات المعاناة. الصوت المدفعي يكاد لا يهدأ. قصف عنيف وممنهج بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة بالتزامن مع وجود طيران الاستطلاع الذي لا يفارق الأجواء، وأيضا الطيران الحربي. ثلاث طائرات تتواجد أحيانا، وأحيانا تتواجد ست طائرات وطيران مروحي. يتناوب على قصف مدن وبلدات الغوطة الشرقية بشكل ممنهج وخطير، سيما أنه يستهدف دائما وبشكل متكرر المدنيين والأسواق الشعبية والأحياء، عدد كبير من الشهداء والجرحى. حتى اليوم نستطيع أن نقول أن هناك ما لا يقل عن 1500 شهيد زفتهم الغوطة الشرقية، وأيضا هناك أكثر من 5000 جريح، وأكثر من ذلك إحصائية لم نستطيع حتى الآن الوصول إليها بسبب كثرة المصابين. وأيضا هناك عدد كبير من الجرحى تحت الأنقاض في مناطق متفرقة في الغوطة الشرقية. النظام بات بعد عملية عسكرية واسعة حاول اجتياح الغوطة بشكل كبير، ولكن باءت بالفشل. استطاع السيطرة على عدة مناطق، ولكن لم يستطع تقطيع أوصال الغوطة بشكل كامل كما يدعي. نحن اليوم نعيش حرب إبادة واضحة، لذلك نرى أن هناك تقاعس وتجاهل دولي واضح عما يجري في الغوطة، وهناك المئات بل الآلاف من الضحايا داخل الغوطة الشرقية. الأهم من الموضوع القصف هو الاستنزاف اليومي الطبي والغذائي، والعجز الكبير الذي نواجهه اليوم دون إدخال أي مساعدات. عدد كبير من الجرحى جلهم بحالة حرجة، وأيضا هناك عدد كبير من الأطفال والنساء، وحتى الأطفال بحاجة للقاحات وأيضا أدوية مضادة للأمراض التي طالت أجسادهم الصغيرة داخل الملاجئ. لن نقول أنه نداء إنساني، إنما اليوم نحاول أن ترى الإنسانية ما هو موقفها أو ما هو محلها من الإعراب إذا صح التعبير عما يجري داخل الغوطة الشرقية. مذبحة حقيقية، المئات من الشهداء يوميا تزفهم الغوطة الشرقية، سواء بالنابالم والفوسفور الحارق المحرم دوليا، وأيضا هناك مناطق قد تم استهدافها بغاز الكلور السام، مما أدى إلى سقوط العديد من المصابين بحالات اختناق، أيضا جلهم من الأطفال والنساء ضحايا هذه الحرب البربرية والقوات.